بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56. عبد المنعم مدني من السودان الخرطوم يقول: كلنا نعرف الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبماذا تنصحون نحو مشكلة انتشرت في عالمنا تتمثل في البدع والخرافات، فمن ذلك طائفة يسمون أنفسهم المشائخ ويدعون أن لهم ولاية لمحبيهم من الناس في الدنيا والآخرة، فيجمعونهم ويخطبون فيهم، كل واحد منهم يقول لمجتمعه: أنا الشيخ الفلاني، فعاهدوني أن أكون وليكم وشفيعكم في الدنيا والآخرة، فما الحكم في مثل عملهم هذا، وما الحكم في مصدقيهم من الناس، وما هو واجبنا نحوهم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكر السائل على غيرته على دينه واهتمامه بعقيدته، وهذا واجب كل مسلم. أما ما ذكره من حالة هؤلاء الذين يدعون الناس ويخطبون فيهم، يحثونهم على تعظيمهم وعلى عبادتهم من دون الله باتخاذهم شفعاء وأولياء في الدنيا والآخرة، فهذا منكر عظيم وكفر شنيع، لأن من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، كما صرح بذلك أهل العلم، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها أي استحقاق، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده، يأذن بها لمن شاء من رسله وأنبيائه والصالحين من عباده، يشفع في من رضي عنه من المؤمنين، فلا تكون إلا بعد إذن الله، ولا تكون إلا إذا رضي الله عن المشفوع له قوله وعمله، بأن يكون من أهل الإيمان. النبيون والملائكة والصالحون ليس لهم استحقاق في الشفاعة، حتى يقول هذا الدعي: عاهدوني على أن أكون لكم شفيعا ووليا في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الشفيع وحده، وهو الولي وحده، كما قال تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وكما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ففي الآخرة لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، ليس لأحد استحقاق في الشفاعة ولا في الولاية من دون الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في حق النبيين: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالنبيون والملائكة والصالحون كلهم هم عبيد لله محتاجون إليه، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فالأولياء ليس لهم استحقاق بالشفاعة، وليس لهم حق أن يتولوا عباد الله في الآخرة، وإنما هذا ملك لله سبحانه وتعالى. والولاية أيضا لا تختص بأحد دون أحد، فكل المؤمنين أولياء لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتقاه فهو ولي لله، وهذه الولاية تعظم وتخف بحسب حال صاحبها في الإيمان والتقوى. وكلما عظم الإيمان والتقوى قويت الولاية، وكلما ضعف الإيمان والتقوى ضعفت الولاية.
الولاية، لا يختص بها أحد دون أحد. ثم أيضا نحن لا نحكم لأحد بأنه ولي لله إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاية، وأما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نجزم له بالولاية، ولكننا نرجو للمؤمنين المتقين ونخاف على العصاة والمذنبين. وحتى الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة غيرهم من الصحابة من سادات المهاجرين والأنصار، ما أحد منهم ادعى هذه الدعوة التي ادعاها هذا المبطل، ما أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والقرون المفضلة قال للناس عاهدوني على أن أكون وليكم وشفيعكم في الدنيا والآخرة. هذه لم يقولها أحد من أهل الإيمان، ولا يقولها إلا الطواغيت الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين ويريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. فالواجب الأخذ على أيديهم، إما أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخرافات وهذه النزعات والنزغات الشيطانية، وإما أن يقتلوا ويراح المجتمع الإسلامي منهم. بارك الله فيكم. طبعا هذا الحكم يشمل أيضا المدعين ويشمل من صدقهم أيضا في دعواهم. نعم، فمن ادعى هذه الدعوة ودعا الناس إلى أن يعاهدوه على أنه شفيعهم وعلى أنه وليهم في الدنيا والآخرة فهذا طاغوت وكافر بالله سبحانه وتعالى، ومن صدقه فهو مثله أيضا. نعم، من صدقه فهو كافر بعد معرفته للحجة والنصوص الشرعية. أما إذا كان جاهلا فهذا يبين له الحكم ويبين له بطلان هذه الدعوة وهذا المدعي بالنصوص الشرعية، فإن أصر على تصديق هؤلاء الطواغيت صار مثلهم في الكفر والضلال والإلحاد. إنما الولاية ليست يعني مقصورة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي صفات وضوابط إذا التزم بها أي شخص أو توفرت فيه كان له حق هذه الولاية. كل مؤمن فهو ولي لله سبحانه وتعالى. نعم، بحسب إيمانه وتقواه. وقلنا إن هذه الولاية تقوى وتضعف بحسب قوة الإيمان وضعفه، ولكننا لا نجزم لأحد بأنه ولي لله إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قولنا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقصر على زمن النبي بل بصفاته، يعني الأشخاص المعينين يقتصر على من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للوصف العام يعني يقال كل مؤمن فهو ولي لله، هذا مستمر إلى يوم القيامة. أما أن نعين شخصا أو أشخاصا ونقول هؤلاء أولياء فهذا لا يجوز إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم ما في القلوب ولا نعلم ماذا يكون عليه حال الشخص فيما بينه وبين الله عز وجل، وإنما نحكم بالظواهر فقط. كما تفضلتم أيضا فإن بعض الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو كلهم في الحقيقة لم يسبق أن أحد منهم ادعى أنه ولي أو زعم لنفسه هذا الزعم، بل يشعرون دائما بالتقصير وأنهم مقصرون في حقوق الله رغم أنهم على درجة كبيرة من التقوى والورع والزهد. نعم، حالة الصالحين من سلف هذه الأمة ومن اقتدى بهم ممن جاء بعدهم أنهم لا يدعون لأنفسهم الولاية، وأنهم يشعرون بالتقصير والنقص، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وكما قال عن المسيح وأمه وعزير عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال عن الأنبياء عموما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه ثلاثة أسئلة بعثت بها إحدى الأخوات من القصيم، رمزت لاسمها بالأحرف ميم ميم خاء. سؤالها الأول تقول ما حكم بيع واقتناء بعض الصور المجسمة كالتي تسمى العرائس للأطفال وتباع في الأسواق، هل هذا جائز أم محرم؟ أولا، اقتناء الصور عموما سواء كانت مجسمة أو مرسومة باليد أو فوتوغرافية ما يؤخذ بالآلة هذه حرام، لا يجوز اقتناؤها وإبقاؤها في البيوت. نعم، ما عدا الصور التي تتخذ للحاجة والضرورة كالصور في الجواز والتابعية ورخصة القيادة، لأن هذه أصبحت أشياء ملزمة للناس فهي حاجة ضرورية. نعم،
ما عدا هذا مما يتخذ لتزيين المنزل به أو للتذكار كما يزعمون فهذا لا يجوز، حرام ويأثم فاعله إثما عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه كلب. أما بالنسبة للعب الأطفال فقد رخص أهل العلم بترك الصور التي على هيئة لعب للأطفال خاصة، وورد الدليل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع عائشة وهي صغيرة طفلة، رأى ما شيئا من هذه الصور وتركه. فلعب الأطفال يسمح أو يتسامح بها إذا كانت للأطفال خاصة، على أن الصور التي وردت في الحديث لا يتبين أو يتحقق أنها على نمط الصور الموجودة الآن، نعم، إنما قد تكون صور مركبة من أعواد أو ما أشبه ذلك مما كان معروفا في ذاك الوقت. وإلى وقت قريب معروف لعب الأطفال أنهم يركبون أعوادا أو عظاما ويجعلون عليها شيء من الخرق على شكل أو يقارب مثلا شكل لباس اللباس يتمرن عليها الأطفال ولي أيضا له والتسلية لتسليتهم، نعم. وليس فيها محذور. أما هذه الصور الموجودة الآن التي كأنها تحاكي الأجسام بألوانها وأشكالها هذه الذي ينبغي أن تتلف وأن لا تبقى حتى ولا مع الأطفال، وإنما يتخذ الأطفال صورا مما ذكرنا، الصور التي يركبونها هم من الأعواد أو ما أشبه ذلك، نعم. إنما هناك من يبيح تناول مثل هذه الأشياء أو اللهو بها خاصة للأطفال، نعم، من العلماء من يرى أن إبقاء الصور مع الأطفال لأجل اللعب بها أنه لا بأس به، رخص فيه. أما أن تقتنى في البيوت وتجعل في البيوت للزينة أو للتذكار أو ما أشبه ذلك فهذا حرام إجماع المسلمين، خصوصا الصور التي على شكل تماثيل، نعم. هناك شيء آخر الذي هو مثل بعض الحيوانات أو الطيور بعد أن تموت ربما تحشى جلودها بما يشبه جسمها وهي حية وتبقى كشكلها وهي حية وتوضع في البيوت للزينة، هل تأخذ هذه حكم الصور أو تأخذ حكم الصور لأنها من العبث ولأنها وسيلة أيضا، وسيلة إلى التوسع في هذا الأمر وأن تتخذ الصور المجسمة على إذا فتح هذا الباب، نعم. أو أيضا حتى ولو كانت طيور محنطة أو تحنيط حيوانات محنطة لا ينبغي هذا لأن هذا من العبث ولا مصلحة فيه ولأنه فتح باب لاتخاذ التماثيل، نعم. سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة أن تقص بعض شعر رأسها من الأمام للزينة أم لا؟ تكميلا للجواب السابق، نعم، اتخاذها تحنيط هذه الحيوانات أيضا هذه جيف وميتات، ميتة نجسة لا يجوز لمسها واستعمالها وتحنيطها لا يرفع عنها حكم النجاسة، فهي أيضا ممنوعة من ناحية النجاسة كما أنها ممنوعة من ناحية أن فيها فتح الباب لاقتناء التماثيل. أما بالنسبة للجواب عن السؤال الأخير وهو حكم قص المرأة لشعرها شعر رأسها، الذي ينبغي للمرأة أن تحافظ على شعر رأسها لأنه جمالها وزينتها ولا ينبغي لها أن تقصه لأن في ذلك تشبها بالكافرات وبالنساء الفاسقات وفيه تضييع أيضا لشعرها الذي هو جمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا حلت من النسك من حج أو عمرة أن تأخذ من شعرها قدر أنملة فقط، مما يدل على أنه ينبغي لها المحافظة على هذا الشعر وصيانته، نعم. سؤالها الأخير تقول رأيت إحدى النساء تشتري ذهبا من السوق ولكن عن طريق تبديل الذهب الموجود معها القديم بذهب جديد ودفعت زيادة نقدية، فلما سألتها عن ذلك وأخبرتها أن مثل هذا العمل يعد ربا قالت أنها ما دامت دفعت زيادة نقدية فلا يكون هذا من قبيل الربا، فما رأيكم وهل ما تقوله صحيح أم لا؟ كما أرجو توضيح هذه المسألة بالتفصيل لأنها تشكل على الكثير وقد يقع فيها الكثير من الناس. هذه المسألة لا تجوز أن يبيع ذهبا بذهب ومع أحدهما دراهم، نعم، لأن هذا هو الربا، ما دام الوزن واحد يعني، نعم، ما دام وزنهما واحد سواء كان وزنهما واحد أو وزنهما مختلف، المهم إذا باع ذهبا بذهب فإنه لا يجوز أن يجعل مع أحد ذهبين دراهم، نعم، لا يجعل مع أحد
ذهبين عوض، سواء كان دراهم أو غير دراهم، يعني يجعل معه شيء من غير جنسه، لأن ذلك هو الربا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك كما في حديث القلادة. فإذا أراد الإنسان أن يستبدل ذهبا عنده بذهب آخر أحسن عنده من ما عنده، فإنه يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويقبضها، نعم، ويستلم الدراهم، يبيع الذهب الذي عنده بدراهم ويسلم الذهب للمشتري ويستلم الثمن منه، ثم يشتري بهذه الدراهم ذهبا آخر حسب رغبته، حتى لو كان من عند نفس المشتري، حتى لو كان من عند نفس المشتري، ما دام حصل التقابض، حصل التقابض في الأول وفي الثاني، يعني باع عليه الذهب الأول واستلم القيمة، ثم اشترى بهذه القيمة منه ذهبا آخر وسلم وحصل التقابض في العقد الأخير أيضا، فلا بأس بذلك. لكن نعود لأول الكلام وهو قولكم الذهب بالذهب حتى لو كان فيه زيادة في الوزن أيضا لا يجوز أخذ العوض، إذا قلنا إن هذا العوض هو مقابل هذه الزيادة في الوزن. إذا بيع الذهب بالذهب وجب التساوي والتقابض، تساوي والتقابض، فلا يجوز أن يزاد أحد العوضين على الآخر، إما بذهب وإما بشيء آخر غير الذهب، الزيادة ما تجوز لأحد العوضين على الآخر، كما أنه لا يجوز تأخير القبض عن المجلس، لا بد من التقابض في المجلس. نعم. هذه رسالة من المستمع علي عبد الباري محمد نصر، مصري مقيم بصنعاء، يقول: طلبت والدتي مني مبلغا من المال تضعه مساهمة في بناء مسجد يقام بقريتنا، ولم يكن عندي في ذلك الوقت المال الزائد عن حاجتي حتى ألبي طلبها، فوعدتها مستقبلا أن أعطيها إن شاء الله، ثم سافرت إلى خارج بلدي لطلب الرزق الحلال، وفي هذه الأثناء قدر الله على والدتي بمرض توفيت على إثره، فهل يبقى ذلك الوعد مني لها دينا في ذمتي وعلي أن أدفع ما وعدتها به إلى ذلك المسجد المعين، أم يجوز ولو لغيره من المساجد التي تحتاج إلى مال، أم أنه لا يبقى ذلك الوعد دينا في ذمتي وبالتالي أكون معفا منه؟ نعم، يجب عليك أو ينبغي لك ويتأكد عليك أن تفي بوعدك وأن تدفع هذه الدراهم في المسجد الذي ترغب والدتك أن تدفعها فيه وقد وعدتها بذلك، فمن برها والإحسان إليها أن تنفذ هذا الوعد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن ينفعها به، وهذا من برها ومن الإحسان إليها. فإن كان المسجد الذي تريده الوالدة قد استغنى وتمت تكاليفه، فإنك تدفعه في مسجد آخر، لكن كما ذكرنا لا ينبغي لك أن تفرط في هذا الوعد وأن لا تدفع هذه الدراهم، بل ينبغي لك ويتأكد في حقك أن تنفذ هذا الوعد برا بوالدتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع عبد الله علي محمد رحمة من السودان، يقول في سؤاله الأول: ما معنى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، فكيف عرفت الملائكة أن بني آدم سوف يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء مع أنه لم يكن هناك أناس قبل آدم؟ هذه الآية من جملة النعم التي عددها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، وهي أنه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة وهو آدم عليه السلام، بمعنى أن يستخلفه فيها، وقيل معنى خليفة أي خليفة عن الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أحكامه وسياسة خلقه في الأرض، السياسة الشرعية، وقيل المراد بخليفة أنه يخلف قوما سبقوا وأنه كان في الأرض قبل آدم سكان وأفسدوا فيها، فالله سبحانه وتعالى أزالهم عنها واستخلف فيها آدم وذريته. وقيل معنى خليفة أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل، وعلى كل حال فالاستخلاف الظاهر أنه يشمل هذه المعاني كلها. ثم إن الملائكة عليهم السلام سألوا ربهم سؤال استيضاح لا سؤال اعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم علموا هذا من جيل سبق، كما ذكر المفسرون أنه كان في الأرض قوم من الجان قد أفسدوا فيها، وإن الله أزالهم
عنها الملائكة كانت قد عرفت من هذا الجيل أنه مفسد، فظنت أن آدم وذريته سيعملون كعملهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم من حال آدم وذريته ما لا تعلمه الملائكة، وأنه سيكون فيهم من الطيبين من الأنبياء والصالحين والمؤمنين من يعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى ويصلح فيها. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أجابهم بأنه سبحانه وتعالى يعلم من حال آدم وذريته وصلاحهم وإصلاحهم في هذه الأرض ما لا تعلمه الملائكة، حين استشكلوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء. الله أعلم. بارك الله فيكم. بقي لأخينا السائل عبد الله علي محمد رحمت من السودان سؤال لم يتسع له وقت هذه الحلقة، نعيده إن شاء الله بعرض